ربنا يخليك يا عم رجب. يا ابني رجب، وانت اسمك ايه؟ انا اسمي سليمان. تعيش يا سليمان. واخوك اسمه ايه؟ اخويا الصغير اسمه زعبولة. زعبولة زعبولة ما يهمش، انما يا سليمان انت طلعت راجل بصحيح، نجتني من ايده ده كان هيموتني. جميلك ده على راسي من فوق، وانا عمري ما هنسى فضلك ابدا يا عم رجب، مادام هتشغل اخويا. طب يلا بينا بقى علشان تعرف الدار، واول اخوك زعبول لما يجهز للشغل تجيبوه لي وتيجي. ماشي يا عم رجب امير. ولا اقول لك ها؟ ما تجيبوه للصبح احسن، ان انا عندي شغل جامد قوي. نذبح العجل وبعدين نتوكل. عجل؟ ما هو عبال ما يجي من الارياف يكون كده حوالي الظهر تقريبا. ده بيوصل بقى لمؤاخذة من بولاق. بالظبط، وبيقوم به 2 عساكر من بولاق لحد دار الشرطة، واخد لي بالك؟ والله وهنبقى جيران في دار الشرطة يا كلبي. وبالمناسبة المقدم زريق السماك ده ديني وطماع وعينه فارغة. وده يهمنا في ايه يا مقدم؟ ده لا بيصدر فرمانات ولا بيحملنا تجارة. برضه مجامله للمقدم دليله. جاملوه بزياده شويه يا شبندر. بزياده؟ ما انت عارف يا مقدم ان احنا قايمين بالواجب واكتر. الا اذا كان ده هيفيدك. انا هو ما يهمنيش في حاجه ولا هيفيدني في حاجه، ده كل ده عشانكم. هقول لك سر، هو بيسعى ان ياخد اذن من السلطان يجيب هنا تجار عجم ينافسوكم. ايه؟ تجار عجم؟ دي تبقى مصيبة. لا اطمن يا ابن عز، انا هنا موجود، وطول ما صنقر الكلب موجود ما تحملش هم، محدش يقدر يفرض عليا اي حاجة. جاملوه بقى عشان دليل. يلا خلاص، اللي تؤمر بيه ماشي. مع السلامة يا ابن عز. شكرا يا مقدم. انا اسف. شكرا يا مقدم. مع السلامة. كتر خيرك يا مقدم. مع السلامة. ايه الحكايه يا مقدم؟ الزريق السماك جاي يطمن على الامن. قال ما الامن عالوا على سنجة 10، ده غصب عنه. ما يمكن المقدم دليل ناوية على. لا 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 لا، انا هنا كل في كل. شجرة الكلب مفيش ريح تقدر تهزها ابدا، بس انا عارف دليلة كل شوية تحب تثبت وجودها وتعمل لي حركات. يلا ما يضرش يا كعبوره. المقدم زريق السماك. وده ايه اللي جابه؟ ده ميعاده على العشاء. اهلا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. يا صباح الفل على مقدم درك مصر الهمام. يا صباح السعد على زين مقدمين السلطنه. ربنا يعدي اليوم ده على خير. حد يشوف لي العجل وصل ولا لسه؟ وصل. العجل؟ المقدم زريق السماك. انا بسأل على العجل يا ابني. همة شوية يا اخويا، زمان رجب الطباق بيبرد. مش اكتر من اللي عمله صاحب البقرة، ده كان بيزعق ويصوت زي الولاية. الجابي هو اللي بيقول مين اللي عليه الدور في البلد. سيبك انت، احنا هنهيص الليل على حس السماك. ويا ترى ايه اخبار العياء؟ العياء دي كلمه الناس نسيتها من زمان. جماعه دول دلوقتي بيشتغلوا شيالين شحاتين. يا سلام، ده بعد ما قبضت على غريب. غريب ده كان حته صرصار وهو مرمي في الحبس. دلوقتي زمن العياء انتهى بعد ما راح حسن راس الروس. لا بس كان خصم شديد. ده كان بسبب غباء الوالي اللي راح، ومع ذلك انا هزمته. بس افتكر يعني ان المقدم دليله كان ليها دخل في هزيمته يا مقدم. ما انكرش، لكن سوى كده وكده انا كنت هقضي عليه.
شجرة الأمن هنا ما حدش يقدر يهزها أبدا طول ما أنا موجود يا مقدم زريق، وهتنزل معايا البلد وتشوف بنفسك. وأنا تحت أمر المقدم في أي وقت. البقرة يا مقدم، البقرة. بقرة، بقرة إيه؟ البقرة اللي إحنا جبناها من كفر المساخيط راحت منه مقدم، وأنا ماليش دعوة. أنا كنت صاحبها ورايا معاه، لكن لما وصلت هنا ما لقيتش غير الحبل ده. طب غرب، شوف الحكاية يا خابورة. يلا استنى عسكري. غرب فين؟ بعد إذن المقدم سلقر، إزاي تكون جندي في درك المقدم الهمام وتنسرق منك البقرة بالطريقة دي؟ الظاهر قطع الحبل يا مقدم. يا سلام، دي جرأة لا معناها يا مقدم. وريني ال وريني يا تور. ده فيها رسالة. ها؟ أكيد من اللص الرسالة دي. وصلتني البقرة يا كلبي، وقبلها هدوم القاضي، ولسه هتوفي الحساب كامل. وبالمناسبة خرج المحابيس اللي اسمهم الزيني، لأن اسم غريمك الزيبق، الزيبق المصري. ايه طمني، بيقول ايه اللص في رسالته؟ انا الله، ده باين عليه لص ظريف كمان. هو صديق من الامراء بس ميزار، لينا نوادر مع بعض بنضحك. يا سلام. انا برضو قلت كده، مستحيل يكون في بر مصر كله مخلوق يتجرى على سرقه الكلبي كده في عز الظهر يعني. لا دي تبقى الايامه قامت. خلوا رجب يتصرف. يلا. والبقرة في مكان امين ومعاها برسيم. وبعدها هنزل ابيعها في السوق. خطر يا علي، يمكن يتعرفوا عليك. الا فلاح بلاسة وبشنب ونازل يبيع بقرته في السوق. وتمنها لابو خاطر. اشمعنى يعني ابو خاطر؟ ما الغلابة كتير، المساكين المطحونين من الضرايب والاتاوات. عارف يا سالم، لكن معلش يستنوا عليا شوية، المهم نفك أسر أبو خاطر من شميع الندل. في إيه يا سالم؟ بتفكرني بواحد يا علي، واحد من العياء كان صاحبي ومات الله يرحمه. تعيش فاطمة. فاطمة، فاطمة حسن رجع، رجع مامتي حسن. ماما شو؟ لا إله إلا الله وش رسول الله، اللهم اجعله خير يا رب. علي، 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 علي. في ايه يا امي؟ انت كنت فين؟ احنا لسه راجعين من الخان دلوقت. في ايه يا امي؟ حلم. حلم؟ خير، اللهم اجعله خير. شفت ايه؟ شفت حق. شفت ايه يا امي؟ خير يا علي، خير. هروح اعمل لكم لقمة. لا بقى، انا عاوز اسي علي هو اللي يبيعلي. يا ست، ما انا قدامك اهو تحت امرك. الله، ما انا شايفاه داخل على الدكانه دلوقتي. ماشي ماشي. ايوه. طب خلاص برجع له تاني. تعرف يا علي، لولا انا اللي محضر لك الحاجات دي بايديا ما كنتش عرفت انك انت. يعني كويس كده يا خال. ربنا يستر بقى يا علي. انما انت شفت البيت؟ ودي ايه حكايتها دي؟ متشعلقه قوي في حبال الهوا. في انا؟ فيك انت يا غشيم. في انا برضه يا علي. انت مش ناوي بقى تفرح الست فاطمه وتفرحنا وياها؟ جرى ايه يا سالم؟ ناوي تنخ من بدري كده؟ انخ؟ انخ ازاي؟ خلاص ما تقولش بقى يا جواز، انا قدامي حاجه واحده بس يا سالم اللي بفكر فيها.
ومش هرجع ابدا. فوتك بعافيه يا خال. اخص الله يكسفكم قدام السماك. شيء يجنن، هو نفسه اللي قال حلاوة هدومه، هو نفس الولد. عايق يا مقدم. عارفينهم كلهم بالاسم، لا حد فيهم اسمه الزيبق ولا عاتفة حد حيل. الولد ده انا لازم اجيبه، هنقلب الدنيا لحد ما نجيبه يا مقدم. لا لا مش دلوقتي، في وجود زريق السماك اللي جايلي على اخر الزمن يطمن على الامن هتبقى فضيحة. فهمت؟ امال هتسكت يا مقدم؟ لا مش هسكت، انا مش هسيبه، انا هجيبه بايديا. ازاي يا مقدم؟ انا متهيألي وزي ايه ده، البقرة اللي خدها مش ممكن يفكر يذبحها. هيبيعها اكيد يا مقدم. يبقى انا هنزل للسوق. هتنزله بالشكل ده يا مقدم؟ لا يا فالح، حضر لي لبس شوام، اذا كان بسلامته هشتغل لي في الازرق شغل العياء بتاع الحيل والخداع، فانا هجيبه بنفس طريقته. شغل حيل، شغل المقدم دليله. انا في الحيل استاذ قبل دليله. حضر الهدوم حالا يا كعبوره. يلا. حاضر يا مقدم. وده كلام يرضى ربنا ده؟ كلام السوق يا ابو خال، بارتك دي ما تسويش غير 3 اطنان. اها ده انا اتباعها للغلابه احسن. بس ما تبقاش حمى امال، عايز تبعت كام؟ 7 دينار ما ينقصوش درهم واحد. دي بقره توكل كفر بحاله. 5 دينار ما فيش غيره. ما فيش تاجر اهبل في السوق هياخدها باكتر من كده. ما يلزمنيش يا اخوي، ما يلزمنيش. يا الله يا الله يا الله يا دلي على هالبقره. هذه ما بقره، هذه غزال. هيدي البقره بارتك يا زلمة؟ بيقول اهدى كمان. استنى شوية في الشمس اذا كنت عايز. واستنى ليه؟ ما انا ممكن ابيع واشتري مني ليه كده؟ مع السلامة انت يا اخويا، ما بتبيعش. مع السلامة. ايوه اشتري. اشتسوا هالبقرة يا زلمة. 7 دينار ينفع؟ ينفع يا زلمة، موافق. محتاجها في عرس. عرس؟ طيب يا اخوي هات. تشرف تكرم توصل مع الدار، ما معي مصاري، ما معي دنانير، الدنانير مع ست البيت، ست الدار. شرف زلمة، شرف. أشرف يا أخوي، ما شرف لي ليه؟ اتفضل. شرف، شرف يا زلمة، يا دلي على هالبارة. من هون؟ من هون يا زلمة، شد يا زلمة، شد. هاي الدار يا زلمة. كده، طيب. ادخل هات لي الفلوس وانا هستناك هنا. ولا وشرف الدار، ضيفك شي بارد شي سخن. لا معلش، بس ما تعوقش علي. تسمح بالبقره تنظرها ست الدار؟ ليه بقى؟ احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ الله وكيلك، ما برجع في كلمه. ولا ولا. طيب الله يبارك لك، خد. حلو حلو يا زلمه حلو. لحظه، ها لحظه بس ما تعوقش علي. ايه هيا يا زلمه، يلا يلا حضروا لي كام عسكري وتعالوا قوام. لقيتوه يا مقدم ومستنيني لما ارجع بسلامته. حالا حالا يا مقدم. الله عليك يا مقدم. عليان 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 يا زيبه، حخنقك بايدي. علي اللي جابك يا سالم؟ ده انا دخت عليك عند السوق. مش قلت لك خليك بعيد؟ قلقت عليك يا علي. عملت ايه؟ بعتها وخلصنا. اشتراها راجل شايب ودخل يجيب الفلوس من جوه، مع انه اتاخر عليا، لكن انا مستعيب اخش له. يجيب لك الفلوس منين؟ من هنا. من هنا؟ ايوه من البيت ده. ده مش بيت يا علي. مش بيت؟ دي بوابه قصر امير، والقصر اتهد من زمان. انت بتقول ايه؟ شكله ايه الشامي ده؟ راجل عادي. الشامي ده هو الكلب. يلا بينا. يلا. اهرب الكلب.
طيب يا زلمه. سبق قلت لك الكلب مش سهل يا علي. لو بواجه فارس زي عنتر يا سالم كانت المساله تبقى سهله، ما كنتش هبقى محتاج لملاعيب العياء. لكن انا عارف ان الكلب اتفطم على الغدر واتربى على الخيانه. يبقى بلاش منها دي. زعلان على العجل ولا خايف؟ خايف عليك يا علي. لا، اذا كان عليا ما تخافش، واذا كان على العجل برضه الكلب مش هيطوله. تلاقيه دبحه. طب هتشوف. ايه ناوي تعمل ايه تاني؟ مش برضه ست فاطمة؟ فاطمة؟ فاطمة مين؟ ايوه انت ست فاطمة. انا مش هكدب عينيا. انت عايز ايه بالظبط؟ انت مش فاكراني؟ انا سلامة الدمياطي. سلامة مين؟ شريك اخوك شمس الدين وصاحبه. اخويا شمس؟ انا ايام ما جيت عندكم مع شمس وقعدت مع المقدم حسن. سيد سلامة؟ انا دخت عليكم ورحت الدار لقيتها مقفولة من زمن. ما تاخذناش يا سيد سلامة اصلا. ايوه معلش، انا عرفت اللي حصل. المقدم حسن ما يتعوضش. وشمس عرف؟ عرفنا اخباركم من شهور واحنا ببر الشام. وازاي شمس؟ قعد تجارة واخداه من الشام للحجاز لليمن، ولما عرف اللي حصل صمم ان لازم يرجع ويشوفك وكلفني ابلغك. شمس هيرجع قريب باذن الله، والحمد لله ان انا قابلتك علشان ادله على مكانك. مكاني؟ ما تخافيش، انا عارف ان الكلب مش لازم يعرف مكانك، لكن انا هدير لك على مكان البيت. بس مش لازم حد يعرف مكانه الا شمس لما يرجع بالسلام. هنا يا سيد، هنا في الكوخ ده. بس يا علي ما تخافش، محدش عاد بيجي هنا من ساعة صاحب القصر ده ما دبحوه زملاته الأمر. ده زي ما يكون مسكون يا علي. هو فعلا مسكون. أول ما دخلت هنا حسيت إن القصر ده مسكون، فيه ناس كتير قوي ما شايفهمش حد غيري. إيه ده بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين دول اللي أنت شايفهم؟ دول هنا في دماغي، مش ناقصهم غير اللبس والدقون والشنبات العيرة والسبغة واللزق. مش فاهم. يدخل ازاي بقى من هنا؟ يطلع راجل عجوز مكحكح ودقنه لحد الارض. قصدك التنكر والحيلة؟ ايوه. يدخل ازاي بقى من هنا؟ يطلع ناس كتير، ناس كتير يقلقوا نوم الكلبي وما يعرفوش طعم الراحة ابدا. سلام عليكم. سلام يا اخوي، عايز ايه؟ خلي ندب، عاوز خلي ندب. بتقول ايه يا واد انت؟ ندب، ندب يا راجل، ندب. رجب. وانت عايز ايه منه يا زفت الطين انت؟ مش عارف، امي قالت لي روح له وملك لي دعوه. طب روح يا اخويا، استناه عند امك. روح. ايه، امي قالت لي روح له علشان تنقي الرز. تنقي الرز؟ تساعده يعني؟ وهو يعني بعد السنين دي كلها ملقاش الا انت تساعده؟ ايه، مش مالي عينك. انا مش مالي عينك. الله، اهبل وغلباوي كمان. طب روح اخويا اطلع له من السلم ده على طول، وانت كده شبه وجتك داهيه. بس ما تحكمش. روح في داهيه. انا مش عارف يا اخويا بجيبوا الاشكال دي منين. ده كله من فضلة خيرك وخير المقدم صنقر يا مقدم زريق. لا بس ده كله كتير يا شهبندر. مش كتير ولا حاجة. الشهبندر وكبار العيان بيعبروا عن حبهم ليك وللمقدم دليلة مش أكتر. لا حقيقي، ناس كرمة. بنتعشم تكون صورتنا عند المقدم زريق
افضل من صورة تجار العجم. ها؟ عجم؟ لا لا لا، ايه، افضل بكتير يا شهبندر، بدليل ان المقدم دليلة مهتمة جدا بحراسة اوافلكم في كل ارض السلطنة. ده عشمنا برضو يا مقدم. مش تقدم الاعيان يا شهبندر؟ عم رجب بيقعد بيقف فيها المقدم شرقه الكلبي باينه خالص من هنا. خلينا في شغلنا احنا يا ابني، واغسل الخضار اللي عندك ده. انا ما صدقت ان العجل ضاع وانك تريحنا من وجع القلب، لكن لقوه. هو فين العجل؟ اهو يا ابني هنا في الاذان بيستوي. يلا روح شوف شغلك، اغسل الخضار. لا 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 يا شهبندر، معلش بقى اسمح لي، المقدم زريق ضيفي لغاية ما يسافر وبالسلامة. معلش معلش، انا بقى ما اقدرش ازعل السيد ابو العز. يعني قبلت تشرب بيت يا مقدم؟ وانا بعد يا مقدم. لا بقى يا سيد برقوقي، كان حبيبك عاس. لا لا، هنشوف هنشوف هنشوف. يبقى يا ريت تكون الزيارة من دلوقتي، بس على شرط لازم يكون المقدم سنقر معانا. شهبندر لا معلش اسمحولي، انا بقالي ايام وليالي مشغول هنا، ما روحتش بيتي ليلة واحدة. عم رجب، الظاهر المقدم سنقر الكلبي مش هيتعشى هنا. وإيه يعني؟ الوحوش اللي هنا ياكلوا 50 عجل، مش هتفرق معانا يا ابني. بس هتفرق معانا كتير، الخبطة كده هتبقى ناقصة. تعالوا يا حلوين، تعالوا كده ترصوا حواليا. أيوه أيوه، حلو كده. يا نهار أسود، اللي جابك يا منير، اللي جابك؟ هنجر نروح عند أمك. أوه انت يا جولنار، واحد معرفش يرتاح شويه في بيته يا جولنار. ممنوع تزعق لي الفلد. دي مصيبه، ده مش فلد. ابننا حبيبنا حبطلم، انت مش تحبه، انت مش تحب حضرتنا ولا ابن حضرتنا، انت تعيش مع سناكيح جرابيع. لو تعرفي قيمه جوزك ما كنتيش تجرؤي تقول الكلام ده يا جولنار. برا جولنار، انا جاي ومش عايز عيجة، يرتاح. سنقر انت خرسيس. جولنار، انا عملت سنقر، صنعت من مملوك حقير عند والدنا مقدم. هتقول لي ابوها، الله يلعن أب... دلوقتي انت عامل مقدم كبير قاعد ليل نهار عايز تعمل قبضايا على حرفيش. انت منيل، انت هات كفايه، هتفرع ياض من الاكل ياض، ارحم نفسك. انت امشي من هنا، سيبه هو، انت روح نام في زريبة شرطة. انا الحق على اللي جيته عبرتك، الواحد يقعد مع كعبورة ولا يشوفش خلقتك يا بوي. حبيبي ابننا، كل 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 كل. شوف اخبار اللحمة ايه يا زعبون. من خلي لحمة العجل حق بكا يا عم رجل. ازاي يا ابن تخسر؟ أخي مش معقول ما أجب شنقه للكلبي، ما ياكلش من لحمة العجل. كسبت يا رجل. أهو جه. طيب ما دام جه أشوف اللحمة بقى اشتاوت ولا لأ. أنا هروح للمقدم أشوفه عاوز إيه، وكل أنت هتاخد بالك من اللحم. عينيا. على فكرة يا زعبون، أنا مبسوط منك، وهقول للمقدم إنه يخليك معانا هنا على طول. مش مهم تقول للمقدم يا عم رجب، اللي أنت بتديهولي كفاية، خير وبركة. الله يبارك فيك يا حبيبي. الملح، فين الملح؟ Thank you.
انا قلت اوزع اللي اسمه زوريق ده وارجع لكم يا كعبوره. ما نتحرمش من وجودك بينا يا مقدم. تعرف يا كعبوره انا هنا بحس ان انا بيتي، بيتي الحقيقي يا كعبوره، واحنا ولادك يا مقدم. السلام. ربنا ما يحرمني منكم، عصافير صغننين مقطقطين. لا بجد يا كعبوره انا هنا بحس بالامن والامان، انتوا حواليا، المساجين اعداء البلد تحت، كل شيء محكوم تمام، وظلك مادد على كل البلد يا مقدم. ايوه يا رجب. طب خير النهارده يا رجب؟ العجل بتاع امبارح يا فندم. العجل بتاع امبارح. العجل ده لازم ناكله كويس، اصل ليه معزه خاصه عندي. بس يا خساره الولد فلت. لكن معلش هو ده فيا، نسير يوم يقع في ايدي وهفحصه. يلا قوام يا رجب، يلا قوام. وانت يا شنم. نعمين يا مقدم. عايزين قاعدة فرفشك كده ولا تؤمر يا مقدم. نجيب الجواري من السرايا. لا 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 يا جواري السرايا، عايزين طاسة الخضة بعد العملة الزفت اللي عملها حبظلم. احنا عايزين قاعدة على القد كده، هات لنا غزال حلو ها، وانتوا بعد العشاء فرفشوا بس بره بره. يلا. بس يا مقدم ايه؟ لازم نعمل حساب المقدم زريق، يمكن ينزل البلد. لا 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 ابو العز خلاص طواه، الهدايا خلت الامن تمام التمام. ماشي نجيب لك الغزال يا مقدم. عم يجب، عم يجب. ايه يا شعبون انت عايزني لك؟ طبعا يا ابني، وكمان لازم تاكلك لقمه وتدوق طبيخك. مش هذا يا عم يجب، لازم اروح عشان امي عيانه قوي. خد دول يا ابني. ربنا يخليك يا عم يجب يا طيب يا امير. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مش تقولي بس عملت ايه؟ بقى انت واقف مستنيني هناك من العصر، وكنت حقل لعقلي وادخل. لا اوعى تعملها وتدخل. اعمل لك ايه بس يا علي؟ انت اللي مولع الشمع هنا؟ سيبك من الشمع وطمني الاول. انا مش هقول لك جنس حاجه غير لما تكمل الليله. ايه ده؟ وانت هترجع تاني؟ مش انا اللي هرجع، دي الست سنيه. سنيه؟ سنية مين؟ سالخير. سالفل والعناب. نعمين يا قمر. المقدم. أنا المقدم، مقدم الطاعة ومقدم عيني واللي حيلتي، بس أنت أموري. يوه يا أخوي أنا مش ناقصاك، أنا عاوز المقدم صنقر الكلبي. المقدم صنقر بحاله؟ لا يا أخوي حتة منه، وبعدين معاك هتدخلني ولا انده عليه أنا من هنا؟ لا 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 لا، هو أنت تعرفيه؟ إيه اللي عرفه؟ طبعا. أنت هتلت وتعجب معايا ولا إيه؟ خلاص بس لازم أعرف عشان أقوله على الاسم. قوله سنية. سنية عاشت الاسامي يا ست الكل. يلا يا واد ما تعطلنيش. قلت لي اسمها ايه يا سنيه؟ ايوه يا مقدم. الظاهر انها معرفه. ومالك يا اهبل بتضحك كده ليه؟ قصدي شكلها ايه؟ خلصني. قمر يا مقدم، قمر. مدام قمر خلي القمر يطلع. حالا يا مقدم. اتفضلي يا ست سنية. العواف. بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حلوه، اهلا اهلا، نورتي. اهلا اهلا. الله. مالك يا حلو؟ حد زعلك بره؟
ابدا والله. لا 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 مش هو يا مقدم. طب حلو اتطرق. بقول لك ايه، حد يلحق شنن يقول له سك على المطلوب، احنا كده حلوين قوي، نهارنا فل نهارنا فل. ما تقولي بس مين اللي مزعلك؟ ها قولي يا حلوه. عارفه لو الوالي اجيبه لك هنا في سلاسل، بس اموري حلوه. لا ما كده مش حلو كده. الاكل جاهز يا مقدم. طب يلا بينا ناكل لقمه وبعدين نتكلم. يلا حلو الدلاع حلو. اه حلو. ايوه حلو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ليلتنا فل. هو نفسي اهدي حلو اهدي اهدي، ما تتكسفيش. يلا يلا ناكل لقمه عشان يبقى عيش وملح، وبعدين وبعدين نقول ونحكي ونتكلم. مش هقدر اكل يا مقدم. ليه؟ احنا ورانا ايه؟ هنتكلم للصبح. يلا يلا خد دي من ايدي. لا 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 ما يصحش يا مقدم. شوفي اتفضل انت. طب بقول لك ايه؟ يا اما انا اكلها لك يا اما انت تاكليها لي. ايه؟ ايه رايك يا حلو؟ خلاص يا مقدم. ايه؟ يبقى انت تاكلها بالهنا والشفاء. تسلم ايديك يا رحمة. ارجع يا زلمه. ارجع انت عزف. لا نهار اسود. خير يا مقدم؟ دوق دوق يا عبوره. ايه ده؟ ايه ده؟ ده محشيه ملح. شوف الزفت رجب فين؟ رجب؟ يا ولد يا رجب. تعال. ايوه يا مقدم. دوق يا بجم. دوق. ما انا عارف يا مقدم. وكمان عارف؟ انا كل اللي حطيته يا مقدم شويه ملح قد كده. اه. وجيت ادوق الحب. اه. لقيتها شيش. شيش؟ اه ازود الميه. يزداد الملح يا مقدم، أزود مية يزداد الملح يا مقدم. دي عاملة تستاهل عليها الذبح يا غبي. سيبه سيبه يا مقدم، ده راجل عجوز ومكحكح. عشان خاطرك بس، أنا أسامحك عشان خاطر ثانية. يلا نجرب، شوف لنا أي حاجة ناكلها. إن شاء الله حلويات. حاضر يا مقدم. يلا. وأنت كعبورة. أيوه يا مقدم. قول تنزلوا بقى تتعشوا بره. انزلوا خلوا دكاكين الاكل تفتح لكم دلوقتي. يلا يلا. طب مش نخلي شنن مع الحراس يمكن تحتاجه يا مقدم؟ ماشي بس اضطر انت بقى. يلا. حاضر يا مقدم. يلا. يا اهلا يا اهلا يا حلوه يا ام الشعور الذهب الجميل ده. وبعدين يا مقدم ايه بس الحراس يشوفونا؟ ده انت بنت رقمه قوي. انا عجبني النصيحه ديت. حاضر. يا سلام اهو كده. بس وبقينا لوحدينا. تربسنا الترباس وتربسنا الترباس. مش تستنى يا مقدم اما اقول لك الاول. قولي احكي. مالي بس؟ اخويا مالي عاوز يبورني. اما ده جباني، معقول الجمال ده كله يبور؟ كل ما يتقدم لي واحد يخطبني يزعله ويرجع. عاوز يخليني خدامة ليه ولمراته. وقعته الزودة. انت تأمر تحب يموت اموته، تحب يتسحل اسحله. وتجي نسحله. مش كده. مش كده يا مقدم. لا انا عايز اسحله. تعالى بيتين يا مقدم. انا موت في الجنة ورا العطريت الحلوين اللي بنت فوز يا مود حبيبتها جميل يا بنت. مش كده يا مقدم. مش كده. انا مش هسيبك بقى. لا مش هسيبك. ايه ده يا بنت؟ ده انت عفية قوي. مش كده حلو بالراحة. هو انت لسه شفت حاجة يا مقدم؟ ده احنا لسه في الاول. ايه ده انت مين؟ انا اللي سرقت منه العجل. ازاي بقى؟ هو بعيد كابورة. كاب اكتم خالص. بابا اكتم خالص. شوف يا كلبي، انا هاخد منك تمن العجل بس على دفعات، وتمن نجلتك كمان. ايه
طمنا صبرك يا راجل. المقدم هو اللي طالب الشراب بنفسه. شراب يا عجوز؟ بالسلامة، المقدم مش فاضي دلوقتي. استغفر الله العظيم من كل ذنب. استغفر الله العظيم. ده مش صوت ست. أمال إيه؟ ده صوت واحد متكمم يا مقدم. إيه؟ يا مقدم. يا مقدم. زق معايا الباب. زق. يا ليلة سودة. إيه اللي حصل يا مقدم؟ بتقول إيه يا مقدم؟ ورايا بار. هو مين يا مقدم؟ الزبع. الزبع؟ يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. عالقاضي اللي وهو مفتح شرب المر وفكره حلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. زيح يا حلاوة روح يا حلاوة. زح 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 يا حلاوة. زيح روح روح يا حلاوة. روح دوق يا حلاوة لو لو يا حلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. ازاي تحكم فينا وتأمر بعد ما سرقوا الجبة يا قاضي؟ عما اللي راكبة دماغك كدابة وتدور عالفاضي. ازاي تحكم فينا وتأمر بعد ما سرقوا الجبة يا قاضي؟ والعمة اللي راكبة دماغك كدابة وتدور عالفاضي. ده العمة اللي راكبة دماغك كدابة وتدور عالفاضي. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. وهو مفتح شرب المر وفاكره حلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. هي كانت ناقصاك يا حنضل. اسكت يا قالة، ده كلامي يبرد القال. اهو دلوقتي الولا حسون الهايف ده بيقول شيء عليه الطالة. انتوا ناويين تخربوا بيتي؟ كفايه بقى يا حسون. لا قول يا حسون. لا هيبطل ولا هبلغ عنه؟ هتبلغ عني يا ابو ستة؟ ايوه هبلغ عنك. ما هو لما تروح لوحدك احسن ما نتلم كلنا ونضيع. الكلب له عينين في كل حته وفي كل وقت. اخصى عليك راجل خيرع. انا يا اخويا الواحد مش خيرع، انا بس اللي خيرع. ما كلكم في وقت الجد بتبقوا عيشة. بس انا مش عيشة يا ولا، انا حنضل وهفضل حنضل. وقسما عظما لكن مغني غنوة الواد حسون وخارج في الشارع ومحافظها للعيال الصغيرين كمان. ايه يا حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. حلاوة لو 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 يا حلاوة لأوازع حمص وحلاوة. عجبكم كده؟ ممكن يجرجرنا كلنا لو مسكوه. هنضل اجدع منه ومنك. واحنا هنفضل طول عمرنا خايفين. خايفين على ايه؟ رزق شحيح وقود غالي وكل يوم بيزيد، والتجار بيرفعوا الاسعار كل يوم في حمايه الكلبي. ده غير الضرايب والقتاوه اللي على نن عيني وعينك. وشميع النجل بيسلف كل يوم بالفايز، والدفع بالضعف لو هتلاقي. يا اخوانا خلوا الليله دي تعدي على خير بقى. مساء الفل على الحبايب. أهلاً أهلاً نور يا سعالي. مساء الخير. إيه أنا سمعت إن الوالي بعت واحد عشان يشوف الأحوال. قادر يا كريم. شاي أبو ست. اتنين شاي عطا. سمعت عنه يا علي؟ سمعت عنه يا حسون. بس لو نعرف نوصل له نقول له على الحال المايل ده ويوصل صوتنا للسلطان هناك. أيوة يا أخويا فالحين قوي. وبعد الراجل ما يمشي عينك ما تشوف الا النور. ابو ستة عنده حق في دي. الكلب ما فوتش دي ابدا. ولو
يعني ناوي تروح له فعلا يا حسون؟ ناوي ومستعد يا علي. طب انا هقول لك هو فين دلوقتي. ما بلاش منها دي. وانا جاي في السكه سمعت انه معزوم في بيت الشهبندر ابو العز. روح له بقى. الاثنين صنف واحد. مملوك زي الكلب ومنتوبه. يا ولاد الكلاب. حرامي يوصل لحرامي. وعلى حس زيارته التجار هيرفعوا سعر الغله من تاني باذن الله. طيب انا بقى هعمل زيه. هتعمل زي مين يا حسون؟ زي اللي قال لي الكلب هلبسك طرحه وقلع لحلاوه هدومه. ما هو خلاص ما عادش قدامنا غير كده. هيرجع للمهيصه تاني. قال قلت لي هو اسمه ايه؟ الزيبق. الزيبق يا علي. بس لو اعرف سكته. الزيبق برضو؟ ايوه الزفت ده حتى التحف خدها. لو كنت هنا يا واد يا سبح يا فرحتي بيكم. طب ما الطور ده كان هنا. لا ده احنا نخربها على البلد لحد ما نمسكه. يا ولا جاي دلوقتي تتكلم يا اخويا؟ ما هو يا مقدم كنا فاكرين يعني. طب خلاص انتهينا بقى. انتهينا ازاي يا مقدم؟ عيل زي ده يعمل ده كله ونسيبه؟ انت ناسي ان الزفت الزريق ده لسه هنا؟ بل احيان بسطوه يا مقدم. ولو ده لو شم خبر هيروح يلسن عندي دليله ويفضحني. طب والحل يا مقدم؟ الولد ده اكيد انه مش لوحده، ضروري معاه حد وحد من العياء. العياء امرهم معروف لينا كويس يا مقدم. خلاص يتلموا كلهم ويترموا في الحبس. ماشي يا مقدم. تعرف يا كعبوره متهيالي لو شدينا على الناس اكيد هيبان حاجه. شوف نشد عليهم ازاي يا مقدم وتؤمر. انا بقول الجابي يوسف. تنزلوا مع الجابي يوسف تتلم الضرايب والإتاوة فورا مع بعض. بس لسه الميعاد ما جاش، فاضل 3 اشهر. انا قلت دلوقتي. حاضر يا مقدم. وتاخد اذن المحتسب. حاضر يا مقدم. غوروا من وش انتوا الاثنين. غوروا. حاضر يا مقدم. يا فرحتي بيكم. ايه بقى رايك في الست سنيه يا سالم؟ لو الست فاطمه شافت الست سنيه دي. اتاخرتوا الليل قوي كده ليه؟ اهو يا امي بنضيع وقت. حتى بالنهار يا سالم؟ بالنهار؟ ايوه، ما انا فوت على الدكان بالنهار لقيته قافل. احنا كنا بنعزي في جار من الحته كده. بقى في حياتكم. طب يلا العشاء مستنيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا ترى جايين من الخان برضو؟ خربوا ستة كالعادة. والناس هناك أحوالهم إيه؟ أهو زي العادة يا أمي، بيفكوا نفسهم في الكلام وخلاص. وإنت يا علي بتتكلم برضو؟ هو أنا مش من الناس يا أمي؟ الست فاطمة قصدها يعني إن الشرطة لها عيون يا علي. ما تسيبه يتكلم يا سالم. قول يا علي اتكلم انا سامعاك. مفيش يا امي. على العموم لو عندك كلام ومش عايز تقولهولي بلاش، بس بقى بقوله لخالك لما يوصل. خالي؟ ايوه، انت ليك خال اسمه شمس الدين ساب مصر من زمان. انا ليا خال ومعرفش؟ ما هو انا اللي قلت لسالم ما يقولكش. ليه يا امي؟ الاول ما كانش ممكن تفهم صح، لكن دلوقتي ممكن. حياة خالك يا علي درس وحكمة. لما كان في سنك كانت شهامته هتضيعه. مش فاهم. كان فاهم انه بشبابه ممكن يواجه اي شيء، ممكن يواجه كل الشر اللي في الدنيا. الكلب كان موجود على ايامه، لكن عرف ان الشر اكبر منه وضاعت سنين شبابه واتبهدل. وعلشان كده ساب مصر. عشان كده لازم تسمع كلامه يا علي ويسمع لك. سألتك يا أمي ما جاوبتنيش. الكلب كان موجود على أيام خالي. وش معنى الكلب بالذات؟ بيقولوا إنه هو قص كل البلاوي من زمان. رجعنا للي بيقولوه يا علي واللي انت شاغل نفسك فيه بدون داعي؟
مش بدون داعي يا أمي. خلاص خلي الكلام ده بقى لما يوصل خالك، وكل كل عشان ترتاح، شكلك باين عليه تعبان قوي. احنا اتأخرنا النهارده، الظاهر ما نمتش امبارح زيي. ايوه الظاهر الست فاطمة حاسة بحاجة، الظاهر كده. وانا بكده بقى بقيت راجل خسيس. طب وليه ما فهمهاش بس؟ فهمها على ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ قرب، ملناش دعوة. يا ناس يا ناس، ميعاد الضرايب لسه ما جاش، ضرايب ايه دلوقتي؟ ما تزعلش نفسك يا اخويا، مش عاوز تدفع قول مش هدفع. خلصنا. اللي اسمك حسنين بلبول. منين يا عم يوسف؟ صبرك عليه شوية يا يوسف، صبرك عليه. وعليه كام؟ حسنين بلبول، حسنين بلبول، حسنين بلبول، تاجر لحوم. بيع كرشة يابا. كشة ولا فرشة؟ أنا ماليش دعوة، أنا مكتوب عندي كده. عليك 9 دينار و3 درهم. والمعلوم 3. والقهوة كمان دلوقتي. اخلص! قهوة ايه اللي بتتكلم عنها يا حرفوش؟ صبرك صبرك يا مقدم صبرك. خد يا يوسف، خد ادي 10 دينار و3 درهم. كويس، وامضيلي على السك بتاع حسنين بلبول. بكام؟ عشان خاطرك ب12 دينار. ده بس عشان خاطرك والله. واجيب لك 12 دينار منين؟ لا براحتك يا حبيبي براحتك. وانت اخويا اسمك ايه؟ زفت الطين. اتكلم مع الراجل كويس. ابو خاطر تاجر جواهر ومن الاعيان وعندي اطيان. ده انت اللي مهارك مطين، اتعدل. بالراحه يا مقدم بالراحه. ابو خاطر العطار، ابو خاطر العطار، ابو خاطر العطار. 9 دينار. 9؟ ما تقول 50. والمعلومة 4. ما تخليهم 10. روق يا ابو خاطر، ما تعكرش دمك يا حبيبي. اروق ازاي شميعة؟ هتبقى انت وهم عليا، ده سلسلتك لسه في رقبتي. الله 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 الله. هو الذنب ان انا مش عايزهم يجرجروك يا حبيبي؟ لا يجرجرونا احسن، انا عاوز ادخل الحبس على الاقل حلاقي لقمة معفنة كلها هناك. خدني على الحبس يا مقدم. ما تتعبش نفسك، خدوه. خلاص 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 يا مقدم، ده بس الكلام ده من بيئته. خلاص خد يا يوسف، ادي 12 دينار. ها ومضيلي هنا اهو على الصك بتاعه. الكلب انسعر بسببك. تفتكر؟ طبعا يا علي، اللي عملته امبارح طير برج من نافوخه. بس الناس دي مالهاش ذنب. اللي انا عملته نور قدامي حاجات كتير، حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. حاجات ايه بقى يا علي؟ الناس غلابه. مش لازم يبقوا غلابه، انت شايف. ايوه بس انا برضو مش هخليه يعمل اللي هو عاوزه. ايه هتعمل ايه يا علي؟ حكموكي ما حكموكي